ومزيد من المتابعة مع دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية. أهلا بك يا دكتور. دكتور مصطفى، يعني في متابعتك منذ بدء قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، أبرز الأحداث التي توقفت عندها في هذا المؤتمر وترى أنها ساهمت في الحد من الآثار الاقتصادية لتغير المناخ؟ في البداية أنا لمست طبعا من خلال الفعاليات الخاصة بمؤتمر المناخ المنعقد حاليا في شرم الشيخ جهود حثيثة لتلافي الآثار الخاصة بالتغير المناخي وما يتبعه من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، وطبعا اللي بيتأثر بشكل مباشر بيه هو البلدان النامية والأسواق الناشئة. فطبعا يعني زي ما بنقول كده ان اخر تقرير للامم المتحده كان صادر عن رئاسه القمه في العام الماضي 2021 ان الدول الناميه تحتاج لتمويل لمواجهه اثار التغيرات المناخيه قد تصل الى تريليون دولار بحلول 2025. والرقم ده محتاج تضافر من جميع الجهود الدوليه والمجتمع الدولي ومؤسسات التمويل وشركاء التنميه وبنوك التنميه في العالم لإتاحه التمويل منخفض التكلفه للدول الناميه حتى تساهم في سلبيه او مواجهه الاثار الخاصه بالتغير المناخي والتحول الى الاقتصاد الاخضر وخاصه الصناعه الخضراء اللي بتساهم بشكل كبير جدا في تقليل الانبعاثات الكربونيه اللي بتساهم في الاحتباس الحراري. وبالتالي هذه المبادرات او المناقشات الموجوده حاليا في مؤتمر المناخ، وطبعا مصر استعرضت مبادرتين النهارده فيما يتعلق بالتمويل منخفض التكلفه والتحول المستدام للطاقه الخضراء والصناعات الخضراء، ده شيء غايه في الاهميه جدا لمواجهه هذه التداعيات السلبيه وتلافيها في اسرع وقت ممكن حتى نساهم في زياده وتيره النمو المستدام والمحافظه على خلق فرص عمل من خلال زياده الاستثمارات الموجهه نحو الاستثمار الاخضر. يعني على سبيل المثال مصر خطت خطوات كبيره جدا في هذا المجال خلال السنوات الماضيه عبر ثلاث مسارات: مسار الاستخدام الامثل للغاز الطبيعي وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وصل لاكثر من 450 الف مركبه تحولت بالعمل بالغاز الطبيعي حتى نهايه مايو 22، بالاضافه للتوسع في محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي. المسار الثاني التوجه نحو صناعه الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء، وده يعتبر الاستثمار الواعد اللي بيتوجه نحو العالم حاليا لإنتاج طاقة نظيفة تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وبالتالي تحقق كافة الأهداف المنشودة في تقليل الاحتباس الحراري، وفي نفس الوقت زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوجهه نحو الاستثمار الأخضر. نعم، ذكرت من المبادرات التي طرحت اليوم مبادرة التمويل منخفض التكلفة، هل لك أن يعني توضح أكثر لرجل الشارع العادي معنى هذه المبادرة؟ تمام، بشكل بسيط جدا التمويل دلوقتي بعد التغيرات الاقتصادية اللي حصل خلال الفترة الماضية من بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا وحاليا التداعيات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية، طبعا الأسعار الفائدة في تزايد مستمر ووصلت ل 4% في أمريكا، وبالتالي ده بيساهم في زيادة تكلفة الاقتراض لتوجيهه نحو الاستثمار النظيف أو الاستثمار الأخضر. وبالتالي المجتمع الدولي أو الدول النامية بتطالب وعلى رأسهم مصر النهاردة بتطالب في جلستها في مؤتمر المناخ أن يكون هناك مبادرة للوجود أو إتاحة تمويل منخفض التكلفة بحيث أن الدول النامية تقدر أن هي تستطيع أن هي تلبي كافة احتياجاتها التنموية وتستطيع أن يبقى عندها القدرة الأكبر على التحول نحو الاقتصاد الأخضر
ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة التأثير على المناخ. طيب يعني بما أن اليوم هو يوم التمويل أو الحديث عن التمويل، يعني هناك مقترحات لتمويل مبتكر والتمويل مختلط وأدوات مالية أو سياسات لديها القدرة على توسيع نطاق التمويل والمساهمة في الانتقال المطلوب بما في ذلك المتعلق بمثلا مبادلة الديون بالبيئة. هل حققنا شيء في هذه النطاقات يعني؟ حاليا يعني النهارده كان في بيان ان تم توفير 15 مليار دولار من توقيع اتفاقيات من بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية لتوجيه هذه الاستثمارات في ثلاث قطاعات تحديدا، الطاقة والنقل والأمن الغذائي. وطبعا المبادرات الخاصة بمبادلة الديون دي بشكل بسيط جدا ان الدول الدائنة بتساعد الدول المدينة على الاستثمار في المشروعات التنموية في سبيل التنازل عن جزء من الديون دي أو إعادة جدولتها على فترات طويلة، بحيث أن هي تدي القدرة أكثر للدول النامية على تنمية اقتصاداتها والتحول الآمن للاقتصاد الأخضر والصناعات الخضراء، بالإضافة لمساهمة الدول المتقدمة في توطين التكنولوجيا الخاصة بهذا التحول للصناعة الخضراء، لأن بتكون تكلفتها كبيرة جدا على الدول النامية. وبالتالي هنا الدولة أو الدول النامية بتطالب الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل في المساهمة والمساعدة والدعم في تقديم إتاحة التمويل أو مبادلة الديون أو أساليب مبتكرة لإتاحة التمويل لهذه الاقتصادات، بحيث أنها تساعدها خلال استراتيجياتها الوطنية على وجودها على المسرح عمليات الصناعة الخضراء أو الاقتصاد الأخضر بشكل عام. طيب يعني كنت أسأل ضيفي السابق، إلى أي مدى بترى أن مصر أصبحت بتلعب دورا محوريا في قضية المناخ، خاصة بعد تدشين أول محطة أو مشروع وقود أخضر؟ النفع الاقتصادي نقول على الدولة وعلى المواطن العادي إن وجد. بالنسبة للدولة أو الاقتصاد المصري، ده هيساهم بشكل كبير جدا في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع. وخلينا أقول لحضرتك أن مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الاستثمار في الطاقة أو التحول للطاقة في عام 2021، وده بيعطي دلالة كبيرة جدا على توفر المقومات الخاصة والإمكانيات من البنية التحتية واللوجستية في استقبال هذا الاستثمار الواعد للدولة المصرية أو الاقتصاد المصري، وخاصة أن احنا في الفترة اللي فاتت الدولة المصرية ابتدت أن هي تهيئ هذه البيئة بإنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات الرياح، لأن مصر بتعتبر من أكبر القدرات المؤهلة لإنتاج الكهرباء من طاقة الشمس وطاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإمكانيات قد تصل إلى 90 جيجا وات من الطاقة المتجددة. وبالتالي هذه المبادرة أو هذا المشروع يتيح أن مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، ويكون هناك أفاق جديدة للتوسع وزيادة التعاون وشراكات مع الدول المحيطة في عملية تصدير الطاقة المتجددة. طب يعني منذ اتفاق باريس سمعنا كثيرا عن موضوع التمويل ومليارات ستتوجه للدول المتضررة أو الدول النامية، يعني كيف ترى مردود القمة بهذا الشأن على الدول النامية وخاصة أفريقيا لأنها الأكثر تضررا؟ بالفعل تم الحديث عن يجب أن يكون هناك تمويل للدول الأفريقية لمواجهة هذه الآثار، وكان تم رصد 100 مليار دولار في القمة في اتفاق باريس. نعم منذ اتفاق باريس
بالضبط، تم الحديث أكثر من مرة في القمم المتتالية من 2015 وحتى 2021 عن ضرورة وجود تمويل للدول الأفريقية، وأخرها تم الحديث عن ضرورة تمويل 100 مليار دولار توجه لأفريقيا لمواجهة هذه التداعيات. ولكن اليوم بعد المتغيرات الاقتصادية العالمية وما تلاها من أحداث، أعتقد أن الرقم محتاج أن هو يتضاعف بحيث أن هي تواجه هذه التداعيات، ويكون عند القدرة للدول الأفريقية أنها تتواكب مع هذا التحول للطاقة الخضراء في المستقبل. طيب، يعني نحن نتحدث دائما عن تمويل نقدي أو مالي، لماذا لا يتم نقل الخبرات للقارة الأفريقية أو للدول النامية؟ نرى دائما صعوبة في هذا الشأن من قبل الدول المتقدمة والدول النامية. دائما ما يتم الحديث عن شقين، الشق المالي إتاحة تمويل ومساعدات أو منح في هذا الإطار، والشق الثاني دائما بيكون في برامج فنية بتتعلق في وجود استشاريين أو خبراء تعمل على تدريب اقتصادات الدول النامية على مواكبة هذه التكنولوجيا وكيفية استخدامها لتحقيق الأهداف المنشودة. ولكن تكلفة التكنولوجيا نفسها بتكون باهظة الثمن، وبالتالي محتاجة تضافر من جميع الأطراف مع بعض عشان تقدر تتيح هذا التمويل والخبرات الاستشارية والفنية اللي تساعد الدول الأفريقية أو البلدان النامية على تحقيق هذه الأهداف في المستقبل. هل هي فقط نواحي تكنولوجية أم يعني تبقى للمفهوم أو المصطلح اللي بيقال النوهاو، يعني كيف تصنع الشيء أو كيف تعمل الشيء؟ ما إذا علمت ماهية الشيء أستطيع أن أنا أتعامل معاه، وأستطيع أن أنا أطوعه لتحقيق الأهداف، وعظم كمان من القيمة المضافة اللي ممكن أخلقها من التوجه نحو الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء اللي بتستخدم في صناعة السيارات والمحركات، وبالتالي ده هيكون لي تعظيم كبير جدا للقيمة المضافة على أي اقتصاد تستطيع أن هي تفهم وتستطيع أن هي تستخدم الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا. طيب، في متابعتك لهذا المؤتمر، مؤتمر كوب 27 منذ بدايته إلى اليوم، ما هو الحدث أو الجلسة التي توقفت عندها وارتأيت فيها أن هذا المؤتمر سيختلف عن سابقيه؟ أولا، من حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الجلسة الخاصة بالرؤساء، هو الدعوة اللي أطلقها لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، لأن توقف هذه الأزمة سيساهم في تقليل التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي وبالتبعية على اقتصادات الدول النامية اللي تضررت كثيرا من معدلات التضخم المتسارعة ورفع أسعار الفائدة وهروب الاستثمار الغير مباشر من تقريبا من معظم الأسواق الناشئة ومنهم مصر. فبالتالي هذه الدعوة هي اللي أنا شايفها الرؤية الأبرز أو النقطة الأبرز في مؤتمر المناخ، بحيث أن لابد الإسراع من وجود حلول جذرية لإنهاء هذه الأزمة حتى يتم العمل على إصلاح ما تم إفساده في اقتصادات الدول النامية والعودة مرة أخرى على مسار التنمية والنمو الاقتصادي. دكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.